فيكم معنا صبيتين مصممتين للأزياء، رح نتفرج على أعمالهم، وإذا حبيتوهم أكيد بكرة بتقدروا أو يوم الثلاثاء تحضروا بازار ملتقى الإبداع، رح يكونوا هذا الإبداع موجود هناك وكتير كمان غيره. خلينا نتعرف على ضيوفنا. معنا رشا نوفل، كيف حالك رشا؟ مصممة أزياء، رح نتفرج هلأ على المجموعة، كيفك رشا؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا معنا عائشة الدباس، كمان مصممة أزياء ومعها مجموعة أعمال كتير حلوة. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيكم. رح أبدأ من عندكم التنتين، ولا نبدأ من عندك؟ يلا عائشة، كتير حلو هذه المجموعة. هاي مجموعتكم لتريو. لتريو اللي هي مجموعة صيف 2016. شو بيميز مجموعتكم؟ بيميز مجموعتنا إنه إحنا بنعمل كل إشي custom made و personalized للكاستمرز تاعونا. يعني يعني بصفة خاصة للشخص اللي بده اياه. بصفة خاصة للشخص اللي بده اياها. Okay. احنا كانت فكرتنا، اجت فكرتنا انه احنا المنتجات اللي عندنا بالبلد الناس بطلوا عم بيشتروها لانه صارت كتير قديمة، كتير ما عم بحسوا انه فيها اشي تجديد. فاحنا قررنا انه نعمل، انه نحط اسم مثلا او شعار او انيشل للشخص عشان يرجع يحب هاي المنتجات ويرجع يشتريها. صح. فبيسكلي عملنا انه طواقي مثلا تكتبي عليها اسمك، زي هنا في تكتبي بالعربي خيال. او بالانجلش فيان. فيان هنا. اوكي هتشوفي هاي بتلبق معي. بتلبق طبعا. هاي بتلبق. فيان تعملي لي واحده على اسمي؟ اكيد ديفينتلي. يا ريت. حلوه كثير. أوكي. أو مثلاً بدك شعار مثلاً زي توت توت عبيروت، أو لو أنت جديد متجوزة بتحطي just married أو هيك. ونفس الإشي بنعمل على التاولز، بنكتب أسماء على التاولز. والشناتيم إنه عملناهم طريقة different، إنه هي من خيش بس إنه عملنا حطينا هاي. إشي أنت اللي عم تعملي لهم هذا الموديل؟ هو إحنا ثلاثة لتري، إحنا ثلاث بنات، زينة وديانا وأنا. وإحنا عم نطلع بالأفكار اللي تكون كتير ترندي، تمشي مع الموضة، تمشي مع الفاشن اللي هلأ عم بيصير. كتير حلوة، يعني بتسوي فيه بتوصي البشكير والطاقية والشنطة. yes. ممكن كل إشي يكون عليه اسم أو أحرف الشخص. exactly. لهدايا هاي كتير حلوة. بالضبط. giveaways لشاور بارتيز، كل إشي بزبطه. حلو. شو مقدمة بالمعرض؟ مقدمة بالمعرض هاي الكولكشن بس على أكبر من هيك، وكمان ساندلز بس إنه ما هلأ ما عندي إياهم، من كمان إحنا عملناهم. حلو. بطريقة جديدة. إذن هاي مجموعة صيف 2015 من لتريو. 2016 من لتريو، عائشة الدباس. يس. تمام. أوكي خلينا نيجي لرشا، كيفك رشا؟ منيحة. رشا أنت مقدمة مجموعة من هدول وأكثر لسه بالبازار. شو بيميز مجموعتك؟ هلا هذه السكند كوليكشن تبعتي. هلا إحنا هلا عوجي رمضان، عوجي فصل الصيف، فبتحبي تلبسي إشي خفيف وبتحبي إنه تضيفي قطعة على لبستك اليومية. فأنا استوحيت الفكرة من العبايات عندك هون للثيم الرمضاني، وجايبة قطعتين هون للعيد مثلا. هدول. هلا مشتغلة عندك هون عندها على القطع اللي انت بتجيبي القماش بتشتغلي للدريسز تبعون السهرة. فأنا حبيت أشتغله بطريقة جديدة. فاشتغلت ثلاث أنواع قماش، اشتغلت على الإيدين على الكمام إنهم يكونوا طوال من الدانتيل المعرق بنسميه، والستان تحته، فعشان ما يعطي لمعة الستان القوية ركبت عليه الدانتيل العادي. فرغت عليه الورد على الإيد، هذا كله يعطيه معمول، فهي بتعطيها الإليجنت، المنظر المرتب. حلو. صراحة شوف. والله حلو. أوكي. هلأ القطعة الثانية رد أفرجيك إياها الدرس. هلأ أنا نوعا ما جريئة بألواني وبقماشي، كتير بحب القماش هاد من هون الظهر عندك هي. هلأ مشتغلة على كذا قماشة، هذا من الهندي اللي يعني احنا ما بنعمله لدريسز، فانا حبيت انه يكون كتير غريب. صح. فاشتغلت عليه انه لدريس مع الجاكار الاسود، واللايننج تبعه بيكون من نفس الالوان. أيوة. فبتحسي حالك فريش بالصيف. حلو. وهذا الظهر. يس الظهر كتير حلو.
اوكي اوكي هلا الثيم الثاني عندي اياه اللي هو العبايات المودرن عبايه العبايه اللي بتلبسيها على شورت، العبايه اللي بتلبسيها على جينز، بتلبسيها على البوي فريند جينز، بتلبسيها على دريسز، حسب انت شو بدك. هلا انا بشتغل على القماش او بشتغل على التصاميم رندا، فهون عندنا اياه من القماش شوي الناشف ركبت عليه القطع السود اوكي مع الكمام زي تشاينيز ايوه عرفتي اللي بعطيكي هيك اريحيه انت ولابستيها بالضبط وانت بتضيفيها على لبستك حلوه هاي كمان بالصيف يكون شوي رمضان كثير عندنا كثير سهرات رمضان بنحب انه يكون عندنا اللوك هذا اوكي هلا عنا القطعه الثانيه بفرجيك اياها بشتغلي بقماش الخيش اللي مطرز عليه بالالوان وهاخذه معه رندا الووتر بروف من ورا انه انا بحب دائما انه اكون جريئه بتركيب القطع وبالالوان اعطيته اللايننج اللي نقدر نشوفها اللايننج على نفس لون الظهر الباك عندنا اياه الالوان كثير صيفيه نفس لون الظهر نفس اللايننج الموجود عندك اياه هون حلو هلا قيسه بس هذا لازم واحد تكون لابس تحته مش إشي ملون صح؟ مش إشي ملون أنا بفضل إنك تكوني عندك رايقة شوي بالبيس عجينز وأبيض أو أوف وايت بس very nice صراحة مع الهيلز اللي لابستيه كتير بس أكيد مش لازم أكون لابسة وهيك خلص بتركه مفتوح مفتوح yes exactly طيب. وكتير بتحسي حالك خفيفة اللي انت لابستيها مش تقيلة عليك حلو؟ كتير حلو هلا لفتت نظري هاي هلا هدول التنتين انا بفرجيكي انه انا بدي اقول لك شيء انه هدول كلهم منهم قطعه واحده انت بتتميزي لما بتلبسي هاي القطعه ما في غيرك لابسها انت بتعملي قطعه فانا بحب الكاستمرز تبعوني والكلاينتس تبعوني يكونوا مميزين فانت لما تلبسيها إلك بس هاي يعني ممكن أنا مثلا أجي لك على البزار يوم الثلاثاء وأقول لك مثلا رشا بدي هاي مثلا على لون هيك ما بترجع بتعملي نفسها لا ما برجع بعمل نفسها ماكسيموم عندي قطعتين بس أنا كل الكوليكشن هاي الجديدة عندي إياها قطعة واحدة حلو عشان أنت تكوني متميزة وتحسي حالك إنك رايحة على ديزاينر وماخذي شيء لإلك يكون كثير حلو هلا أنا بدي أفرجيكي هون الشغلتين اللي أنا جايبتها هلا هاي القماشة هي هيك يس هذا عندنا الحرير الستان الحرير عندك هلا انا بفرجيكي يا رندا انه عندنا اياهم الفيسز هدول فانا اشتغلت عليهم انه عشان ما يطلعوا زي بعض عملت الدانتيل عليه ركبت الايد عندك هون مكاسرته بستان على اللبس كثير حلو ومن ورا اذا بنقدر نشوف كمان دانتيل شفاف شفاف مكي. هلا في سيدات ما بحبوا من ورا الباك يكون دانتيل فانا عملته على طريقه ثانيه اللي هي الستان الحرير أخذت أضعف لون فيها وركبته عليها وبرضو أعطيت اللايننج أنا بحب أحدد شغلي وأعطيه الأشياء اللي بتحسيها جمالية زي هديك لا بس هاي الباك تبعها ستان ستان أوكي وميركب عليها زي تبع الشماغ أبيض واللايننج أنا هاي حبيتها هاي إيش أنت حاطتي لها بدبوس بس هي كمان بتضلها لا هيها فيكي أنا بس عشان تعطي الفيس يس هاتي نشوف بعدين هاي حلو إذا لابسة تحتها أبيض صح طبعا انا لابسه تحتها ملون انسي اليوم مش ظابطه انا مش ظابطه بس كل شيء عائشة صح تعالي قيسيها مع الهات هاي او شنطه عائشه بتزبط معها كثير صراحه صح هاتي نلبق ما هم من هيك بكره الستات بدهم يكونوا بالبازار وبدهم ينقوا من عند عائشه ومن عند رشا يس مع شايفه كيف مع الباك تبعتك فانت هيك عم تعطيني اللوك الصيفي الرمضاني مع الهيلز بيكون ف عائشة بدها شوية تكعب بس بضبط الموضوع بس كتير حلو كتير شفافة من الورا يس كتير كتير حلو منظر كتير أنيق صراحة كتير كتير حلو واو اسمعي أنا بيعلقوا علي بالبرنامج إني بضل أقول كتير حلو طب أنا بحب ضيوفي وبحب شغل ضيوفي شو أعمل حبيبتي كلك صح يسلموا طيب هلا ايش كمان رح يكون موجود بالبازار اي كمان عندي كوليكشن ثاني من العبايات يعني في السيده ما بتفضل انها تكون لابسه شيء كثير طويل بتخاف منه لانه هو ترند جديد نازل على السوق فعملت على اقصر شوي يعني اللي بنعمل لعند الركبه كمان هدول طوال هدول طوال بالضبط انا جايبه هدول طوال في اللي اقصر شوي بيكون اذا انت ما بتحبي الشيء الطويل يكون كثير مفتوح جنابه بيكون كمان كثير حلو فان شاء الله بالبازار رح يكون موجود وفي كثير ستات مبدعات زيكم كمان ببازار الابداع ملتقى الابداع نعم صح اوكي عائشه هلا خبرينا عن البازار هو رح يفتح يوم الثلاثاء يوم على 10 الصبح ثلاثاء ليوم الخميس والهدف كان من البازار هو
انه الست اللي عندها تالنتس ومواهب بدها تظهرها، انه تظهرها بهذا البازار بطريقه انه حلوة وبتساعد انه اللي مثلا ما بتقدر تفتح محل بتعرضهم بالبازار، بتساعد المجتمع، صح. بتساعد هير فاميلي، بتساعد الناس، بتساعد عائلتها، بتساعد حالها. اهم شيء احنا دائما بنحب ندعم الستات دائما هذا الهدف تبع البازار. هلا بالنسبه لك عائشه، يعني لك كم من سنه راجعه من لبنان، درستي تصميم الازياء ولك كم من سنه بمجال الموضه، كيف ملاقيه هيك الاقبال بالاردن على المصممات الاردنيات؟ اقول لك شيء، احنا بالاردن جد عندنا مواهب مو عاديه بالتصميم، بس الناس كثير بتخاف تطلع من البابل اللي هي فيه. بس الاردن فيها كثير تالنتس وكثير، ومع الوقت، مش مع الوقت، مش بفتره كثير كبيره، بفتره كثير صغيره راح نصير احنا بلد الموضه زي لبنان زي دبي، بنقدر نصير هيك. صح. يس. اوكي مزبوط. ونحن بنقول اذا حبيتوا شغل عائشه الدباس، هاي المجموعه هي اللي هو لتريو. لتريو. لتريو 3 على انستغرام. لتريو 3. لتريو 3 على انستغرام. LETRIO. يس. وثلاثة. بتقدروا توصوا لهدايا لصور، وأكيد تقدروا تروحوا على بازار ملتقى الإبداع بفندق البريستل اللي هو راح يكون من 10 ل 10 من 3 ليوم الخميس. طيب. ونيجي نرجع لك رشا. هلا رشا أنت عندك مشغل، يعني عندك شغل ديزاين كارما. كارما فاشن. كارما فاشن أندرسكور رشا نوفل على الإنستغرام. كارما فاشن اجت فكرتها قديش بتحبي حالك من جوا، قديش ببين عليكي، قديش انت بتكوني مرتاحه بالقطعه اللي لابستيها، فانت رح تعطي هاي الاريحيه وتكوني مرتاحه بنهارك، فمن هون اجت كلمه كارما فاشن. مزبوط. على فكره بتلاحظي لما انت تكوني لابسه شيء مش كثير حاسه مرتاحه فيه، ما بتكوني تتصرفي بطبيعتك. بالزبط. لما تلبسي شيء تحسي ستايلك خلص انت بتكوني مرتاحه، وبعطيكي هيك انرجي بالصبح، بتحسي انه انت يعني يومك بتحسيه لطيف بكون. كثير حلو عن جد، انا كثير مبسوطه انه انتم هيك ناجحين وشغلكم حلو، واكيد عم بخبر انه اللي بحب يروح على ملتقى الابداع، بازار ملتقى الابداع بفندق البريستل من 10 ل 10 ابتداء من يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس، كل شيء لصيف 2016 ورمضان. شكرا عائشه دباس. شكرا رشا نوفل، اهلا وسهلا فيكم. تسلمي. شكرا. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب ليوصلكم كل جديد.